احتياجاتنا من البنك كتختلف على حسب واش حنا مقاولين او اشخاص ذاتيين. فبالنسبة للمقاولات، الاحتياجات كتكون في تمويلات العقار والسيارات، التجهيز والعمليات البنكية اليومية، بالإضافة إلى إيداع الأموال واستثمارها وزيد وزيد. اليوم بنك الصفا كترافق المقاولات في تطورها والرفع من تنافسيتها، وهذا الشيء بطريقة احترافية وبدون مفاجآت. بنك الصفا، سهل مجرب.